كسر الخاطر بالكلمة الخبيثة فهناك جبار يعاقب ويرد اعتبار منكسر الخاطر. اثنان نساء ضرائر، قالت إحداهما للأخرى: أنت عاقر. قال له: قدام جوجك زوجي؟ ما جبتي ولد؟ أنا ولد بالمدرسة، ولد بحضني، ولد ببطني، وأنت عاقر. فكسر بخاطر تلك الفتاة، هل يصدق أن أولاد تلك الثلاث ماتوا؟ وهديك العاقر جابت 5 أولاد بعد ذلك. إنه الجبار، اللي جبار. أوعى حدا يتجبر على حدا، أوعى حدا يكسر بخاطر حدا يقول له أنا أحسن منك. لما تقول عن حدا أنا أحسن منه، والله الله عز وجل يحيجك إليه. إخواته ليوسف لما تكبروا وكسروا بقلب يوسف وزتوه بالليل وبالبير لحاله، جبار الخواطر أدار عليهم الزمان وأجوا عند يوسف حيبوسوا له إيده ليعطيهم أكل ياكلوا ويشربوا بس. جبار الخواطر.